السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنشارك معكم الحصاد ديال نبتات الفلفلة، وغادي نحاول نجني معكم هاد الفلفلة اللي بان لي بأنها صافي راه نجات حتى بدات تتجف. إذا تلاحظوا معايا هنايا راه مبقاتش طرية، بحال تنقولوا بحال بدات تتنشف. هنايا شوف، وسبحان الله العظيم ماشي بحال الفلفل اللي كنت جنيت المره الاولى. الفلفل اللي كنت جنيت المره الاولى هي فلفله خضراء كبيره، هي هذه بحال هذا الشكل هكا، لكن ظهرت فيها هاد الفلفله حمراء وبان لي بان الوراق ديال الفلفله الاغلبيه فيهم صفار، نقصوا منها الوراق. اذا الفلفله ديالي ما عرفت انها خصها سميد، عاد بالاضافه لان كاين عندي الحلزونات اللي تيبداو تياكلوا ليا الورق، هانتوما تيتلفوا الورق. اذا غادي نجني هذا الحصاد هذا، وغادي نحاول نعتني بالنبته ديالي. انا ما بغيتش في الحقيقه نفقدها، بغيت تبقى عندي واحد المده دوم واحد، علاش لا السنه المقبله ان شاء الله. غادي نحاول ندير لها تسميد، ندير لها واحد شيء الكومبوست، وغادي نشوف النتيجه اللي غنحصل عليها من بعد، ونقدر كاع نقطع منها بعض الاغصان. ها انتم بحال دابا هذا نقدر نقطعه، مع انه راه فيه نموات جديده. في الحقيقه ما عرفتش مزيان كيفاش نعتني بها، مي غادي نحاول نشوف نجرب. هي نورمالمون الا لاحظتوا معايا هنايا راه نبته فواحد البلاستيكه، ها هي هنا نبتة في البلاستيك، وهذيك البلاستيك فيها تراب ومحطوطة على محبق على أصيص آخر. دونك أنا ما كرهتش أننا نديرها كلها في الأصيص، ولكن ما بغيتش نخاطر بها ونبدل لها الأصيص ديالها تقدر تموت. إذا غادي نزول نقدر ربما نحيدهم غير بيديا، نحاول نشوف واش نقدر نحيدهم بيديا لما نستعمل مقص. هانتوما الحلزونات، هاد الحلزونات في الحقيقة تيتلفو ليا مزيان، تيهلكو ليا هاد النباتات وتيلتهمو ليا الأوراق. حتى ان الفلفلات اللي نتجو ليا فيهم شي وحدين اللي صغار بزاف، وفيهم شي وحدين اللي مرض. انتم بحال دابا هادي، هادي مريضه معاه شو، هادي ما خضرا ما حمراء. يعني نزول كل شيء. هادو باقيين بان لي بحال باقي يقدرو يكبرو شوية. بقات هادي، هادي خضرا غنزولها. دونك الفلفلة اللي حصلت عليها هادو باقيين ما نشفوش، باقي ما لاحظناش ان يعني معرضين للجفاف، مي نقدر نحافظ عليهم نخليهم. هادي نتركها مازال، هادي لا هادي صغيره بزاف، هادي بان لي يمكن ما حل غادي تزاد شي ما
ما غاديش تعطي شي نتيجة. ومن بعد غنزول كاع الوراق اللي هما صفرين. هانتوما بان فيها واحد كيفاش نقولو دي باغازي الطفيليات، هذا نوع من الطفيليات. هنايا فلفلة أخرى، هنايا فلفلة أخرى نخليها مازال، حيت هادي نبتة أخرى، نبتة أخرى يعني ماشي نفس الفلفلة. هادي الفلفل اللي حيت منها فلفلات، وهادي وحدة أخرى نبتة مباشرة في المحبق. هادي اللي تلاحظو معايا هنايا الكرافس، بارك الله، تيطيح عليهم تيسقط عليهم الماء اللي تيتجمع ليا ديال الضباب، وتبارك الله راه غادي مزيان. هاد الكرافس هاد تبارك الله كبير بزاف، وفي واحد المذاق سبحان الله العظيم، المذاق ديال الكرافس فيه كتير بزاف، مجهد يعني، كي تنقولو حنا بالدارجه ديالنا ريحه الكرافس فيهم مجهدين. المهم انا ما غاديش نزيد نقص شي حاجه اخرى من هاد النبته، حيت ما بغيتش في الحقيقه نفقدها. غادي نتسنى حتى نحاول نشوف ندخل عند الناس اللي تخصص ديالهم هذا ديال زراعه نبات الفلفل، وغنشوف كيفاش يمكن نقلمها ونقص منها كاع الاغصان اللي تقدر ما عندي ما ندير بها ولا اللي ماتت. نتمنى ان هذا المقطع ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.